شرف يا قيمة وإن يجتهي إن أتصدى نيسا حرميسان ومدرشان أنكشا عين يوم رشاح لبدأ السياسي أتكسو قيب دشان وحن كحما هاي وآد إيا آد إيا آد إذن كرالي قلنا إياه تاقير يا شايداه يتوك شرفت بدل إنو هول كيدين قادي وعيي أو إنتي بدنايد أو كبدان لما تشبار إنتي هول كفردقاي إنتي بدا تبنت هاي آد إيا آد إيا آد إيا آد إذن كرالي قلنا إياه وأنا إذن كرالي قلنا كان هو مصطفى عثمان عبد الرحمن والله قروق يا هاي مصطفى ما قالوا وحو كم دي هاي مشارحين تقولها ديقان كده ديق مضى بربرا وحو كم دي هاي لان يرادة هالدور كي سومالي لان هذا هو حينو ما انت دي رادة سارينا كالنتو كله يا هاي بلشدة شن يتبكي سنة يقدم بيه وحيابه سواقب تاي مشارح مصطفى عثمان مقالو مصطفى عثمان مقالو وادي رقليا كشقيا ارماها بلشدة سيقارنا وقسنتن arimaha dhalinyarada warbaahinta samafalka waana aqoonyahan mihnadiisa aqoontiisa iyo awoodiisa dhalinyarnimo uga faa'iideeyay bulshada sidoo kalena waa aftahan codkar ah oo runta aan la gaban isagoo goob kasta oo uu tago laga jeclaado taasoo ku kasbaday shaqo wanaag dadaal karti iyo dabeecad wacan waxaanu ka mid yahay dhalinyarada fara ku tiriska ah ee hibada hoggaamineed leh ee qarankeenu u baahan yahay inuu ka faa'iideysto oo lagu tijaabiyo xilalka sare ee bulshada Soomaaliland loogu adeego مشرح مصطفى عثمان عبد الرحمن مقاله محو كيري عبد الكريم احمد موكي واسنا هذا مشرح تاغان قولها ديغان كي عاصمه دهر قيسا مصطفى عثمان مقاله انا هنا جا ومدوهين اي اسكاي باي كل صاحب معنا كنوم مركا انو بدالدي سفرها بدناي ودي كدريتنا أروحن قبعة إنه مديها هاي اللوم حنا. وكان مصطفى الشيخ عثمان عبد الرحمن مقاله وأنا مظل بقول القف في فريان وحوشاق يا إن أنا أفتهني ما يف مشارني ما كل هذين يحل بل سوى حودي رد ساري أو تلمام يا شقد يا ريمه بالشدة مدرشان يتمك السنة يا ديرات كه وسو وذي إن تهاي تكلية يقوش لجو قاري كرو إسلام مركانا بالشدة لجو أديك كرو وحن شغلة هاي إن كان نقدام مجاله البربرة مشرحين تا وضد كولا وغش قيمة بدل بقص وحنكسر شقي أنا غش قوين أدو عدك أو عن ضد كي يقول قبلني وأنا عيدنا مشهر مسيني شقوين كاسي أي كم من نقاط أنت شقلا ما أنت أنا تفحيتي إيه سياسية أنا قم نقاط أنا سياسي أنت أفهمي شركة إيه بنت وحكر هذه أنا قمنا قندوه سياسي أقانتي اللي قلته مين اللي جواي أنا قمنا قندوه سياسي هيكسجي سيه ملاجيسا كمل دليل كرويا أو أتكوه الجويدو دات كنا أتكوه الجوان دات كودا من عيلة هذان فرتي دوام هادني ما نقدر مشرح مصطفى عثمان عبد الرحمن مقاله وح وسافرك للدوام كسو مريد يجنا ذا قبل كساحل waxaan si weyn loogu qaabilay deegaanadaasi kala duwanaa waxay bulshadaasu tilmaantay sida ay ugu heelayeen haldoorkan dhalinyarada ah ee musharax Mustafa Cismaan magaalo waxaan ku soo dhaweeyneynaa gacmo furan niyad san iyo kalgacal iyo waxa weeyaan wax la qabad waxa weeyaan waxaan leenahay xildhibaanka golaha deegaanka ee Mustafa Cismaan magaalo waxaan leenahay ilaahay ha ku guuleeyo ilaahay ha ku guuleeyo codka aad doonayso يقولها ديجانك بالشدة واحد نشيء قلنا صوص عرطية عضيسة إنه يس وشغة تجي يجا يسوي أنا شغة تجي نبغي يسوي شغو هايستا واحد وشغة جينا يا دتك أول بوي دي ليش شغين يين وحساء بدي شيء نصنا تكعصب دي مرجي ورح اللي بعناه مركا أي مرضتك يستوسي وحورن شري ورش ويا يقو بضني لكن بتصبح هنا ما نيجي قلبتي هنا ما نيورتك ريوا كوب وش عصبات كنت هرت أنت صاب فرحان نوقف فين؟ تاسوا أنا توزع رجلا عدتك كغبطه يدل كأن رجلا عدتك غبطه. دي واحد ويا الله يدك يقول أيه هدي الله كده يو عدتك ويا دكرب تاجي هاي ولا يدين مدي سي هاي. مصطفى عثمان عبد الرحمن مقاله وحو مدد مشرحة ها والله كل ماي قيبا كل دوان بالشدة مقاله وبربرا هوين لان يرو يوم ما دحدك كل دوان قبل كاسي وحانو صبر نجاي قرشها وكوجول سنكرا يدور كردن يرادو اكا قيب قادة كران هورو مركا مغالا جاسي هدبو بلينو اغنو
لباسنا كهر لان يرد الربر عوحي مشارح مصطفى عثمان عبد الرحمن كنت المامين انو يهي متكوين قلوب تقوبل كاسي ما يهين انو قصور دوئيو مرتين اقماها حدنا انا كاياك على سنه انو قصور دوئينا مصطفى عثمان وحانا دريم سنسيدو قوين هي قلوبها اي الشعبية دوكها يستدل يرد قبلك وحان لين هي سور دوئو حيدبان قرا يولي باقوي هن مصطفى عثمان عبد الرحمن وحكم اذا هلك دكان كنت تاجس تم فلياشي والرد عالمي جا وحكم اذا قوي هن كيبه هذه وسارد وحبر الشدة معلمين تهر كم عدا هير قرن مسؤولين كانوا يجوا هلك كسر جنب هذه وربعين تا هل دور ك دان يرد قبل كتقدر وحن كلنا مدن جدوم يكسر دو قبل كاجي رنتي مدة ذات كم غنيد وحبه اليوم وين كو قبي جود هم با برشدة قبل كتقدر مدن جدوم يكسر دو وحن كلنا مجال دادي رنتي إن مدة دي وكم غنيد الكذبة دي سا مصطفى وحن كلنا جدوم يسوين بلقاجت في magalada burco haday noqoto soo gudbinta dhanka wararka haday noqoto samafalnimada iyo haday noqoto hawlihii kale bilaadnimad ka wadi guud ahaan gobolka Togdheer Mustafa wuxuu dhawr iyo tobankii sano ugu dambeeyay uu ku jiray ama uu ku hawlanaa een arimaha kala duwan ee bulshada haday tahay dhanka saxaafada haday tahay dhanka samafalka haday tahay dhanka dhalinyarada iyo isku xirka Mustafa een wuxuu bariyihii ugu dambeeyay sida la wada socoteen ahaa waa murashax dhalinyara oo aan dhalinyaradeeda reer Soomaaliyeen ama dhalinyaradeeda Togdheer iyo dhalinyarada Saaxilba ay u soo xuleen inuu u tartamo jagada golaha deegaanka ee degmada Barbara insha Allah ta'ala waliba waxaan la doonaynaa Mustafa inuu noqdo maayirka degmada Barbara insha Allah ta'ala waliba Mustafa mid baan ku cusanaya dowlado horumaray ayuu research ku soo sameeyay isagaana inoo sheekeyn doona qaabkay u shaqeeyaan iyo nidaamkay u hawlgalaan iyo qaabkay adeegyada kala duwan ee bulshada u hayaan ee ugu fudaydiyaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa Mustafa markuu ku guuleysto xilka xildhibaanimo markuu ku guuleysto xilka maayirnimo inuu dabaqi doono oo noqon doono maayirkii ugu horeeyay ee Soomaaliland caalamka gaarsiiyay sidoo shaqeeyaan inuu ku biiray bahda runtii aynu rajaynayno inay wax ka bedelaan deegaanadeena madam runti waa aragnimo badan nasiito marka laga yimaado tiisa aqoonahaaneed iyo runti inuu yahay shakhsi akadeemiga oo dhisan inuu hadana maanta waa aragnimo kale oo ka baxsan wadankana maanta insha Allah taala inuu inooga warami doono marka mar labaad baa waxaan ku leenahay soo dhawow musharax gobolku waa gobolkaagi dhinac walba uu ka dhisan yahay kana mid yahay dhalinyarada haldoorka ee gobolka xigsiga himilada dalkeena xigsiga himilada dalkeena dalkeena haya ka tubti sahaysta tirkiyada